السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شباب. اليوم بدي أتكلم بآخر محاضرتين باللابلاس ترانسفورميشن، عن استخدام لابلاس ترانسفورميشن بحل معادلات تفاضلية بيكون فيها شرط ابتدائي. مشان نشرح الطريقة هاي الصحيح وما نطولش كثير بالكلام، خلينا نحل المثال التالي اللي بيقول use لابلاس ترانسفورميشن to solve. بدنا نحل هالمعادلات. المعادلة الأولى y double prime زائد 2 y prime زائد y بيساوي ساين t. وبدي تعرفوا يا شباب انه كل المعادلات اللي بنحلها بلابلاس صحبتها تكون with constant coefficients، يعني معاملات y y double prime triple prime prime بغض النظر شو في عندي بالمعادلة بده يكون عبارة عن ايش؟ عن ثوابت. فاذا بدنا نطلع المعادلة الاولى فيها طبعا initial condition، المعادلة الثانية من الدرجة الاولى طبعا كلنا هوموجينس اجمالا، وبرضه لو بدنا نحل هوموجينس ما فيش مشكله، بس الهوموجينس اخذنا طرق بسيطه زمان تنحلها، فما فيش داعي مرات انه نستخدم لابلاس ترانسفورميشن. بس المثال الاخير مشان اوضح لكم بعض الاشياء فيه، او انا على الاقل اقول لكم بتقدر تستخدم التكنيك كان او اللابلاس ترانسفورم لحل معادلات هوموجينس. برضه ان هوموجينس زي هاي مثلا الاولى اللي هي الطرف الثاني ان هوموجينس ساين تي، برضه بنقدر نستخدم الطرق اللي استخدمناها زمان، وهن كان اذا بتتذكروا قلت لكم انه احنا في عندنا ثلاث طرق نوعا ما تنحل معادلات نون هوموجينس. في عندي كان ايش اسمه الانديتيرمنت كوفيشنت والفاريشن في بارامترز، وبتقدر تعتبروا هاي الطريقه الثالثه اللي هي لابلاس ترانسفورميشن. الصحيح لابلاس ترانسفورميشن بيكون خلينا نقول وورثي، او خلينا نقول بخدمنا اكثر إذا كان عندي مثلا الطرف الثاني في اليونيت ستيب فانكشن، لأن اليونيت ستيب فانكشن اقتران مش متصل يا شباب، فبرضه لو بتضرب في أي اقتران هو برضه بيصير اقتران مش متصل، فبالتالي بقدر أحصل حل بدلالة اليونيت ستيب فانكشن للمعادلات. طبعا بالطريقة هاي زمان ما كنا نستخدم الطرق العادية، لأنه الانديتيرمنت كوفيشنتس ما بتزبط، والطريقة الثانية أحيانا إذا كان الاقتران اللي هي الفاريشن في بارامترز في قطع برضو بصير التكامل بده تشعيبات، وبصير الأمور العملية أو العملية خلينا نقول إجمالا مسألة في شروط على الاقتران على الطرف الآخر. على كل حال خلينا نشوف شلون ممكن نحل هذول المعادلات باستخدام لابلاس ترانسفورميشن. الأولى مثل ما قلت لك y double prime زائد 2 y prime زائد y يساوي sin t. الانيشال كونديشن y عند الصفر واي برايم عند الصفر، 2 بيساوي صفر. فاول فكره يا شباب بدي تساووها او التفكير البسيط، دائما بناخذ اللابلاس ترانسفورميشن للمعادله كامله. هاي المعادله طبعا هذا مطلع لك اياه مشان التحديد لاكثر ولا اقل. تشوف المعادله طبعا هاي معادلتي بكل بساطه، باخذ اللابلاس ترانسفورميشن للمعادله كامله. بنعرف اللابلاس ترانسفورميشن بتوزع على الجمع بتوزع على الطرح، الثابت بيطلع برا. فانا شو اللي راح يصير عندي بكل بساطه؟ اللي راح يصير بكل بساطه انه انا لما اوزعه راح يصير لابلاس للواي دبل برايم لانه بتوزع على الجمع، بعدين الاثنين اللي هون راح تطلع راح تصير اثنين باللابلاس الواي برايم زائد لابلاس الواي يساوي لابلاس للساين اوف تي. طيب شباب حطيت لكم اياهن هون بس حاب انوه ليهن. إذا بتذكروا من خصائص الجدول الصح، مش رح أقدر برجع بالملف القديم، إذا بتذكروا حطيت لكم بأول محاضرة أو ثاني محاضرة باللابلاس ترانسفورميشن جدول. الجدول كان فيه إذا كان عندي الاقتران F بدي أعمل لابلاس للمشتقة أو المشتقة الثانية أو المشتقة الثالثة، كان في عندي صيغة إذا بتذكروا وكتبناها بشكل عام، يعني لابلاس للمشتقة الأولى، لابلاس للمشتقة الثانية، لابلاس للمشتقة الثالثة، لابلاس للمشتقة من أي عدد N خلينا نقول أو لأي N. فإذا بتذكروا لابلاس للمشتقة الثانية راح تكون عبارة عن S تربيع كونها من المشتقة الثانية باللابلاس للواي. هنا كان عندي F هون الواي. إذا بتذكروا بنستخدم رمز ثاني إحنا للابلاس، عندما نقول لابلاس للواي بنقول الواي بنكبرها وبنحط واي اوف اس. فهذا الواي اوف اس الكبيره هاي اللي شايفينها تحت تاي، هاي اللي هي عباره عن مين؟ عن اللابلاس لا الواي. اوكي، فاذا بتذكروا للمشتقه الثانيه كانت اس تربيع في واي اوف اس ناقص اس في صوره الاقتران عند الصفر، بعدين ناقص صوره المشتقه الاولى عند الصفر. تمام، فهاي فعليا مين اللي طامسها بالازرق؟ انا فعليا هاي اللابلاس للواي دبل برايم. اوكي شباب، طيب بعدين بيجيني اثنين
2 مضروبة باللابلاس الواي برايم. واي برايم راح تكون عبارة عن 2 من المسألة، بعدين اس بالواي في اس لأنه اللابلاس الواي سميته واي في اس، ناقص 2 بالواي عند الصفر. بعدين لابلاس الواي، لابلاس الواي مثل ما قلت لكم انا سميته واي كبيرة في واي اوف اس، بيساوي على الطرف الثاني المفروض اللابلاس للصاين. الصاين اذا بتعرفوا اللابلاس بتاعه الثابت اللي داخل الزاوية اللي هو 1 راح يكون هون، راح يكون 1 على اس تربيع زائد 1 تربيع اللي هي هاي. هسه بعوض القيم، هذول الواي على الصفر والواي برايم على الصفر، الاصل فيهن معطيات من المسألة، صح يا شباب؟ الاصل فيهن معطيات بالمسألة هون، هايهم صح؟ فاللي راح يصير اني راح اعوضهم، فبالتالي هون اذا بدي اعوض واي على الصفر صفر، واي برايم على الصفر صفر راح يطيروا، واي على الصفر راح تروح، شو بضل عندي؟ اس تربيع في واي تربيع في اس تربيع في واي في اس، راح يضل عندي 2 اس في واي في اس، وراح يضل عندي واي اوف اس بتساوي 1 على اس تربيع. شو اللي راح اساويه؟ بطلع الواي في اس عامل مشترك، راح يضل عندي اس تربيع زائد 2 اس زائد 1 في واي في اس بتساوي على الطرف الثاني 1 على اس تربيع، بقسم على معامل واي في اس بيطلع عندي واي اوف اس. بس واي اوف اس بدي اذكركم انه اللابلاس للاقتران واي اوف تي او واي اوف اكس بغض النظر شو هو تغير المعادله، فراح يصير اللابلاس سايه. وهذا تقريبا اول جزء من الحل انهينا، لانه الحل انا بنظري جزئين دائما، انك توجد اللابلاس للحل بالطريقه البسيطه هاي الكلاسيكيه، عمليات جبريه بسيطه. فالواي اوف اس راح يكون عباره عنها. هسه بدي الواي اوف تي، الواي اوف تي المفروض الرجعه يكون، تذكروا انه الواي الكبيره اللابلاس للواي اوف تي، بدي الواي اوف تي لازم اعمل لابلاس انفرس، فانا راح اعمل لابلاس انفرس للشيء اللي طلع معي هون اللي هو ها، تمام يا شباب؟ فراح اعمل لابلاس انفرس للواحد على اس تربيع في اس تربيع زائد 1. شباب هذول الصحيح ما بفضلش انه تستخدموا الكونفوليوشن فيهن، لان الكونفوليوشن شوي بتكون شوي اصعب، لان بتوقع مثلا هون يجي عندي كوساين هون تي، فبجوز الكونفوليوشن تي بالشيء معين، فبجوز الكونفوليوشن يكون صعب شوي. بفضل تستخدموا طريقه اللي اخذناها اللي سميناها الطريقه الثانيه، واللي اخذناها بالكالكولوس زمان بالكالكولوس 2 اللي هي البارشل فراكشنز. فتذكروا البارشل فراكشنز يا شباب، اذا كان عندي هنا اسف اذا كان هون عندي جذر مكرر زي 1 على اس زائد 1 لكل مربع، فراح اكتبها اي على اس زائد 1 زائد بي على اس زائد 1 مربع زائد سي اس زائد دي على اس تربيع زائد 1. اوكي، بالتالي بدنا نوحد مقامات زي ما سوينا زمان. مثل ما قلت لكم هاي فعليا لازم نضربها في اس زائد 1 في اس تربيع زائد 1، بعدين البي هاي تنوحد مقاماتها لازم تضرب فقط في اس تربيع زائد 1، وسي اس زائد دي هاي لازم تضرب بالاس زائد 1 تربيع. وضحت لكم المسألة هاي زمان، فبتمنى تكون واضحة بالنسبة لكم. بعدين نفس العملية، تعالوا خذوا اعداد، فخذوا مثلا اس ناقص 1 اس 0 اس 1. طبعا مش راح ارجع اعيد التفاصيل هون يا شباب، بتمنى ان تقراوا التفاصيل عندكم بالملف اللي راح ينزل لكم، وهي الموجوده عندكم صور اذا بدكم اياهن. وبرضه طبعا كون عندي 4 متغيرات راح اخذ اس يساوي 2، ما فيش عندي للاسف الا صفر وحيد اللي هو الاس يساوي ناقص 1، هو الوحيد اللي بستفيد منه، طالع منه الاي او البي بتطلع نص. هذا الكلام بتمنى ترجعوا تدققوا، عمليات جبريه بسيطه، اوكي؟ ترجعوا تدققوا وراي مباشره، بهمني هالمعادلات كل التفاصيل مكتوبة بالنسبة لكم. فأنا طلع معي الأعداد، أظن الـ A 13 على 6، D مثلا طالع معي ناقص 20 على 6، والـ C طالع معي أنا صمير أكيد هي هون ناقص نص، والـ B طالع معي نص. أوكي، بعوض كل شيء بمكانه، مثلا الـ A 13 على 6 بحطها، في عندي طبعا هاي الدي، طبعا بعدين ما يجي عندي البي اللي هي نص كانت اظن او ناقص نص، راح احطها 3 على 6 بس مشان توحيد المقامات يا شباب لا اكثر ولا اقل. بعدين بتحطوا الاعداد مثل ما قلت لكم مثل ما هن، مثلا عندي 20 على 6 هاي مثلا اللي هي السالب فيها اللي هي هاي كانت الدي او
والله اشوف والله A B C D بالضبط، D اخر شيء. بعدين في عندي الثلاث اللي هي كانت معامل مين هاي؟ معامل السي لها هنا ناقص نص، راح اوحدها برضو على 3 على 6، راح اكتبها 3 على 6 اللي هي نص. اوكي، فعمليات جبرية بسيطة جدا انتم تكتبوها. اذا مد اللابلاس انفرس لهالشيء هذا اللي هو 1 على S زائد 1 تربيع مضروبة بالاس تربيع زائد واحد، راح تكون اللابلاس انفرس لهذا الشيء لانها بتساويها. طبعا اللابلاس انفرس بتوزع على الجمع والطرح، والثابت بيطلع برا، فبالتالي الثوابت كلها راح اطلعها 13 على 6 بصير لابلاس الاول، لابلاس انفرس الاول، بعدين 3 على 6 راح اطلعها لابلاس انفرس الثاني، بعدين لابلاس انفرس لاخر حد. اخر حد برضو اذا بتحبوا توزعوا البسط والمقام، راح يتوزع 3S على 6 باس تربيع زائد واحد، فبطلعوا 3 على 6 بالاس على اس تربيع زائد واحد بتصير لابلاس انفرس. بعدين 20 على هاي بتطلع ناقص 20 على 6 باللابلاس انفرس. بنعرف انه اللابلاس انفرس طبعا للواحد على اس زائد واحد هاي اي قوى ناقص تي، وهاي راح تكون تي اي قوى ناقص تي. ظلوا مذكرين الصيغة شباب، وارجعوا للجدول اذا بتحتاجوا. اس على اس تربيع زائد واحد هاي بتاعت مين؟ بتاعت الكوساين و لا اكثر ولا اقل، وهاي بتاعت الساين، فراح تصير بالصيغه الستة هاي. قلت لكم تركت بس لتوحيد المقامات، راح اطلعها 1 على 6، بعدين راح تصير عندي الامور هاي بالصوره هاي. اوكي شباب، نيجي للمساله الثانيه. واي برايم زائد 5 واي بتساوي اليونت ستيب فانكشن، والقطع عند 2 وصورة الصفر عند 0 0، أو صورة الاقتران عند 0 0. نفس الشيء بستخدم الصيغ، باخذ اللابلاس للطرفين. اللابلاس للواي برايم راح يكون اس بواي اوف اس ناقص واي على الصفر زائد واي اوف اس اللي هو اللابلاس للواي. هاي يا شباب اللي هون هاي مطموسة، فيها رجاء انتبهوا لها. واليونت ستيب فانكشن راح يكون اذا بتتذكروا اي قوى ناقص 2 اس اللابلاس بتاعه على اس اللي هي الشيء اللي هون. صورة الصفر طبعا اللي معطيني اياها هون هي صفر، فبالتالي اذا بطلع واي في اس عامل مشترك راح ضل عندي اس زائد واحد بتساوي هاي، واللي هي راح تساوي بالنهايه واي في اس. العمليه اللي بدي اياها هسه اني اوجد اللابلاس انفرس لهالشيء. واللابلاس انفرس طبعا هون يا شباب بالخبره الصحيحه، انا بخبرتي هاي المساله بسيطه جدا، انسوا الاي قوى ناقص 2 اس هاي لانه ما بتاثر عندك باللابلاس، المهم تستبدلها هسه بالواحد وتوجد اللابلاس انفرس لها. انساها هسه الاي قوى ناقص 2 اس. هذا بكل بساطه بالخبره البسيطه راح يكون اللابلاس انفرس الواحد على اس. طبعا اذا بتستخدموا البارشل فراكشنز بتقدر، العمليه برضو سهله، مضروبه باللابلاس انفرس الواحد على اس زائد واحد. بس انا اذا بشوف دائما اس لحالها تحت بفضل استخدم الكونفوليوشن، لانه اللابلاس انفرس الواحد على اس اللي هو الواحد، واللابلاس انفرس الواحد على اس زائد واحد اي قوى ناقص تي. بالتالي التكامل من صفر لتي اي قوة ناقص تاو دي تاو، تعرف طبعا هذا تعريف الكونفوليوشن لمين؟ للواحد مع الاي قوة ناقص تي، راح يكون من التكامل من صفر لتي اي قوة ناقص تاو دي تاو، واللي بتساوي طبعا تكامل ناقص اي قوة ناقص تاو، وعوضوا راح تطلع هاي. على فكرة حليت لكم اياها مرة مسائل الكونفوليوشن هاي، فراح تلقوها هناك. اذا الواي اف تي راح يكون يا شباب الجواب النهائي، ديروا بالكم هذا مش الواي اف تي اللي طلع معك، الواي اف تي لانه احنا كان في عندنا اي قوة ناقص 2 اس، لازم تكون الجواب اللي طلع معك وكل تي لازم تعوض بدالها تي ناقص 2، ديروا بالكم اللي هي تي ناقص نقطة القطع اللي هي اللي بنجيبها من هون هاي، مضروب باليونت ستيب فانكشن اليو 2 اوف تي. اوكي يا شباب، المسألة الثالثة كاتب اللابلاس مباشرة إلها أنا. طبعا يا شباب ليش كتبها بالصورة هاي؟ خلنا نرجع لكم على المسألة شوي شوي وأعلق الصحيح. المسألة إذا بتذكروا فيها إيش؟ واي تربل برايم المشتقة الثالثة، واي دبل برايم ناقص 2 واي. اللابلاس المشتقة الثالثة إذا بترجع للجدول يا شباب لازم يكون أس تكعيب في إيش؟ في واي في اس، اللابلاس الاقتران الاصلي، بعدين اس تربيع بالواي عند الصفر، بعدين اس بالواي بمشتقة الواي عند الصفر،
بعدين المشتق الثاني للواي عند صفر. بس هذول اذا برجع للمسألة اعطاني اياهم كلهم اصفار، شايفين كلهم هون عندكم، هون كلهم اصفار، كلهم بيساوي صفر. فبالتالي انا مش راح اشوف الا الاس تكعيب بالواي اوف اس. بعدين المشتق الثاني لازم يجيني اس تربيع واي اوف اس. بعدين ما فيش عندي مشتقة اولى كان، بعدين عندي الاقتران اللي هو ناقص 2 واي اوف اس. اذا طلعنا عامل مشترك كنا نرجع تاكد من المساله بس بالضبط، ما فيش عندي واي برايم. طبعا على الطرف الثاني شوفي عندي يا شباب، كان عندي اليونت ستيب فانكشن عند الثلاث مضروب مين بالهايبربوليك كوساين عند 2 صح، هايبربوليك كوساين لاثنين تي. اليونت ستيب فانكشن لازم يجيني بدالها اي قوى ناقص 3 اس، ومعامل هاي اللي هي الهايبربوليك ساين، خلنا نرجع لكم، او الهايبربوليك كوساين اسف، معاملها هون عند التي 2. طيب يا شباب، فبالتالي اذا بتتذكروا بتاعت الهايبربوليك كوساين كانت عبارة عن اس على اس تربيع ناقص اي تربيع، والاي 2 فهي راح تصير اس تربيع ناقص 4. تمام، طبعا مشان اليونت ستيب فانكشن راح نضرب بالاي قوى ناقص 3 اس، بطلع الواي في اس عامل مشترك من هذول اللي الطرف اللي على اليسار. اذا طلعناه وقسمنا على على معامل الواي في اس اللي هو فعليا اس تكعيب اس تربيع ناقص 2 اللي هو راح يجيني هون مضروبا بهذا الشيء اللي هون، صح ولا لا؟ طيب نفس المسألة القديمة، شيل الاي قوى ناقص 3 اس وكبها على جنب، ما بتلزمناش هسه. هسه بدي افكر اوجد مين اللابلاس انفرس لمين، للاس على اس تكعيب زائد اس تربيع ناقص 2 مضروبا بالاس تربيع زائد 4. طيب يا شباب، طبعا هاي الصحيح بدي اشوف، طبعا هون العبارة تربيعية هاي لا تحلل، اس تربيع زائد 4. هذا يا شباب الرقم مطموس هون، رجاء ما تدققوا فيه، ناقص 9 هاي او اللي زي 9، فهذا الرقم 4 ناقص 4 لازم يكون. هسه بدي احلل هاي الصحيح، اس تكعيب زائد اس تربيع ناقص 2. اذا بتشوفوا انه 2 الها جذر الصحيح، او الواحد اسف راح يكون جذر الها، ساوت لها القسم التركيبي، فهي راح تطلع اس ناقص 1 بالاس تربيع زائد 2 اس زائد 2. وهذا الكلام بتمنى انكم تدققوا وراي. فبالتالي هاي لما اكتبها بالطريقه المحلله راح تكون اس ناقص 1 باس تربيع ناقص 4. ظلوا مذكرينها فرق بين مربعين، راح تكون اس زائد 2 باس ناقص 2. والاس تربيع طبعا ناتج القسمي هون، اس تربيع زائد 2 اس زائد 2. طبعا هاي بدي اكتب لها البارشل فراكشن لانها طويله الصحيح، فسلافه الكونفوليوشن انسوها بالاشياء الطويله. هي راح تكون اس على اس ناقص 1 اس تربيع ناقص 4، مثل ما ذكرت هاي الاس تربيع ناقص 4 معناها اس ناقص 2 باس زائد 2، فبالتالي هي راح تكتب هيك، اي على الاس ناقص 1 ثابت على المعامل الخطي، ثابت على المعامل الخطي الثاني، بي على اس ناقص 2 وسي على اس زائد 2. تمام، بضل عندي العباره التربيعيه لا تحلل هاي اللي هي اس تربيع زائد 2 اس زائد 2. اللي هي راح اكتبها عبارة عن دي اس زائد اي على اس تربيع زائد 2 اس زائد 2. اوكي يا شباب، بوحد مقامات بالعملية اللي انا بساويها دائما. هاي عملية توحيد المقامات يا شباب، تشوفوها مثل ما علمتكم شلون نوحد، حلينا قبل هالمرة اسئلة كثير بهالطريقة هاي. مثل ما قلت لكم بتاخذ دائما المقام اللي هون، اذا بتحب المقام اللي هون اللي تحت اس، وبتقسمه على المقام اللي هون تحت A، ببين معك شو اللي ظل لازم تساوي له، أو بيش أو ال A بيش لازم تضربها، وال B بنفس الطريقة، وال C وال D C زائد D. طبعا يا شباب هون راح أخذ أعداد لحسن حظي، هنا في عندي ثلاث معاملات إلهم أصفار، اللي هو مثلا 2 إله صفر، والناقص 2 صفر، والواحد صفر. فأنا بكل بساطة إذا قسمتهم
راح أحصل الأعداد هذول أول ثلاث أعداد، ولو أخذت كمان رقمين عشوائيات مثل الأس يساوي صفر والأس يساوي ناقص واحد راح تكون الأمور إن شاء الله إلي بسيطة، راح يطلع عندي معادلتين مجهولين راح أحلهم. وحتى لا والله هذول بسيطات كثير كانين معي من ذاك لما شغلتهم، الإي طلعت صفر مباشرة والدي طلعت معي كعدد، بعوض الأعداد اللي طلعت معي، طبعا الإي صفر ريحتني فراح أصير بالصيغة هاي مثل ما أنتم شايفين، بطلع الثوابت. طبعا هون أنا بدلت تاي لأنه جوابها موجب، حبيت تكون بالبداية شباب ديروا بالكم، لا هاي نفسها هاي، بطلع الثوابت مشان أطلعهم لما أوجد اللابلاس إنفرس. وهون يا شباب صحيح جمعت واحد وطرحت واحد لأنه اللي تحت معي مربع كامل، أو لما أكملها مربع راح تصير زائد واحد تربيع زائد واحد، فأني لازم يجي عندي بس أنزل العدد هذا يجيني موجب واحد فوق وسالب واحد فوق مشان أوزن اللي تحت مع اللي فوق، فهي راح تصير بالصورة هاي. طبعا هون وزعت البسط على المقام فراح تطلع الحدين هذول معي. أوجد الإنفرس، واحد على أس ناقص اثنين الإنفرس إلها راح يكون إي قوة اثنين تي، واحد على أس ناقص واحد إي قوة تي، واحد على أس زائد اثنين إي قوة ناقص اثنين تي. إذا بتذكروا أس على أس تربيع زائد واحد هاي بتاعت الكوساين، بس ما في عندي أس هون، في عندي أس زائد واحد، طبعا بتكلم عن هاي شباب، عندي أس زائد واحد، فلازم إذا بتذكروا هاي قلت لكم فيها إزاحة فلازم أضرب بالإي قوة ناقص تي. أما الشكل العام فهي شكل بتاعت الكوساين، وهاي تحت الساين بس برضو فيها إزاحة مقدار أس زائد واحد، فهي راح تصير إي قوة ناقص تي بالساين. ما أنهيت الشباب، الحل راح يكون فعليا اللابلاس إنفرس لهاي، بس هاي مضروبة برضو بالإي قوة ناقص 3 أس. طبعا الثمن اللي بدفعه بوجود الإي قوة ناقص 3 أس إني بدي أضرب الحل كله باليونيتي ستيب فانكشن اللي هو طبعا اليو 3، خبصنا كل شيء هذا مشان اوضح لكم اياها، هاي اللي صار تحتيها ازرق لازم اضرب باليو 3، ولازم كل تي بالجواب اللي طلع معي هون يا شباب، خلني ارجع، كل تي طلعت معي بالجواب هذا هون تحت طبعا مش فوق، خليني اضبط لكم اياها، كل تي طلعت معي بالجواب هذا اللي هون لازم تستبدل بتي ناقص 3، الثلاث قلت لكم تي اللي بتيجي من اليونت سيف فانكشن هون اللي هو 3، اوكي الرقم اللي هو القطع اللي هو هون الثلاثة اللي تحتها صار الخط الازرق، اوكي شباب. فانا كل تي فوق طلعت معي مثل ما قلت لكم بضرب باليونت سيف فانكشن اليو 3 على تي، كل تي طلعت معي فوق لازم ابدلها بتي ناقص 3، ثونا مثلا اي قوه 2 تي لازم تصير اي قوه 2 في تي ناقص 3، ثونا عندي اي قوه تي لازم تصير اي قوه تي ناقص 3، ثونا مثلا في عندي بالساين مثلا اي قوه ناقص تي ساين تي، فهي راح تصير اي قوه ناقص تي ناقص 3 في ساين تي ناقص 3، اوكي يا شباب بكون انتهى الحل. مثل ما قلت لكم هي فكرة انه تشوف اليونت ستيب فانكشن مش خطيرة كثير، بقدر ما اني انا بدي اتذكر انه اليونت ستيب فانكشن اذا شفته مضروب باقتران والاقتران فيه شيفت بمقدار القطع نفسه، يعني خليني اطلع للسؤال اعذروني اني طلعت كثير اليوم معاكم بس ضروري تنتبهوا لهالشيء، زي هون مثلا شوفي عندي يا شباب اليو 3 مضروب جوا عندي ايش تي ناقص 3، فدائما اذا بتشوف اليو 3 مضروب بكوساين وجوا تي ناقص 3 فظلوا مذكرين انه اللابلاس لهاي راح يكون اي قوة ناقص 3 اس مضروبا في اللابلاس للاقتران اللي هو الهايبربوليك كوساين مثلا مثالنا هون، اوكي هيك بيكون خلصنا المثال الثالث اظن. خلنا نروح للمثال الرابع، والمثال الرابع برضه واي المشتق الرابع ناقص 16 واي يساوي اليونت ستيب فانكشن عندي 7. طبعا بدي اخذ اللابلاس مثل ما قلت كل الطرفين، بدي اوزع بدها تصير لابلاس المشتق الرابع ناقص 16 باللابلاس الواي في اس، بس برضه معطيني الصور هون اصفار فبالتالي مش راح يضل عندي الا الاس قوة 4 بالواي في اس ناقص 16 بالواي في اس، واليونت ستيب فانكشن عندي 7 اللابلاس له راح يكون اي قوة ناقص 7 اس على اس. نطلع الواي في اس عامل مشترك كون،
فإذا طلعنا الواي اف اس عامل مشترك راح يظل عندي اس قوة 4 ناقص 16، والواي اف اس راح تصير اي قوة ناقص 7 اس على اس في الاس قوة 4 ناقص 16. شباب هاي فرق بين مربعين راح تصير اس تربيع ناقص 4 باس تربيع زائد 4، والاس تربيع ناقص 4 برضه راح تصير اس ناقص 2 باس زائد 2. اوكي شباب، برجع بكتبها بالبارشل فراكشنز، راح تكون الاي على اس بعدين بي على اس ناقص 2 بعدين سي على اس زائد 2 زائد بي اس زائد اي على اس تربيع زائد 4. هاي نفس القديمه بس نوعا ما حتى اسهل شوي. الصحيح طبعا بواحد مقامات مثل ما قلت لكم، باجي الاس اللي هون راح تروح مع الاس اللي هون، معناته راح اضرب الاس ناقص 2 اس زائد 2 اس تربيع زائد 4 بالاي، البي الاس ناقص 2 مع الاس ناقص 2 بالمقام هون راح تروح، راح يضل عندي اس بالاس زائد 2 اس تربيع زائد 4. هلو مجرى كله بالبسط هنا بيساوي لي البسط هون قديش شباب؟ البسط هون بيساوي لي 1. طيب نفس العمليه، برجع باخذ اعداد، طبعا بحاول اخذ اصفار هذول مشان سهل حالي. راح اخذ الاس يساوي 0، الاس يساوي ناقص 2، والاس يساوي 2. لو اخذتهم راح تطلع مع الاعداد هاي. برضو باخذ عددين زياده اللي هم الواحد والناقص 1 اسهل لي. بوجد معادلتين الصحيح اللي هني سميتين هون 1 و2. بتدققوا الاعداد الشباب بعينكم الله، بعرف انه بدهم شغل، بس اذا فهمتوا هذول انا متاكد راح تطلع فاهمين اي مساله ممكن تحلوها على لابلاس ترانسفورميشن، او شلون ممكن نحل معادله تفاضلي باستخدام لابلاس ترانسفورميشن. بجمعهم بطلع الثوابت، رجعتهم رتبت لكم اياهم مشان تشوفوهن A B C D and E. بعوضهم طبعا، في عندي ال 64 تعمدت برضه اكتبهم هيك مشان اطلع ال 64 عامل مشترك. فاذا كتبتهم راح ضلوا عندي مثلا هون ناقص 2 راح تضل هون، راح ضل 1 اللي هو الواحد اللي هون، الواحد اللي هون برضه راح ضل عندي هون، بعدين الثلث هذا بالمقام راح ضل، بعدين 29 السالب اللي هي هاي مضروبة بالاس، وفي الخمسة هون. نوجد اللابلاس انفرس لهم هسه. بكل بساطة اللابلاس انفرس للواحد على اس راح يكون، طبعا انتم بتعرفوا الاس لابلاس له واحد، اسف الواحد اللابلاس له واحد على اس، فبالتالي هون راح تكون هاي ناقص 2، هون راح تكون اي قوة ناقص 2 تي، وهون راح تكون عبارة عن اي قوة ناقص 2 تي، وهاي إذا بتوزعوا البسط على المقام راح تصير ناقص 29 على 3 بأس على أس تربيع زائد 4، وهاي تبعت كوساين 2 تي، وفي عندي الخمسة على 3 راح تكون هاي. طبعا الستة ليش جت ستة هون يا شباب؟ هاي مشان أوزن بتاعت الصاين، لأنه الصاين لازم تكون 2 على صاين تربيع زائد 4، فاني ضربت باثنين وقسمت باثنين، فراح تصير 5 على 6 بصاين 2 تي. ما خلصتش طبعا، لانه بكل بساطه الحل عندي بقول لي انه في يونت ستيب فانكشن كان، فالحل راح يكون عندي اليو 7 تمام يا شباب، لانه كان عندي قوه ناقص 7 اس فوق على 64 هذا الثابت تام، بعدين كل تي هون كل تي كل تي كل تي فيهم كلين لازم تبدل في تي ناقص 7، وهيك بكون حصلت الحل. هسه شو بالنسبة لآخر مسألة؟ آخر مسألة الصحيح هوموجينيوس اللابلاس للصفر صفر، ما علينا منه. وزعه زي ما قلنا لكم، هاي الأولى شكلها هيك، والواي برايم بتكون شكلها هيك، آسف فايد الشرطة هاي اللي على الأل ظاهر نسيت مطمس لكم إياها، فما لهاش أي معنى أو مدلول الصحيح، مشطوبة فننتبه لها. بعدين 36 باللابلاس الواي، هاي حطيت كل واحد شو تاعته الصحيح، بصفتهم تحت، اتعمدت احطهم الصح لانه الواي على الصفر هون بعطيني اياه بالمساله واحد اذا بتشوفوا، والمشتقه صفر، فبالتالي المشتقه هون صفر، بس هون الواي على الصفر واحد، فراح ضل عندي اس مثلا، وهون نفس الشيء، هاي راح تكون واحد فراح ضل عندي اس، وهون بدي تنتبهوا انه الاس مضروب بالواي في اس، زائد 36 واي في اس يساوي صفر. كل على بعضها اس تربيع زائد 2 اس زائد 36 بالواي في اس يساوي اس زائد 2. بالتالي شو اللي راح يصير عندي يا شباب؟ واي في اس يساوي اس زائد 2 البسط مقسوما على هذا المقام، بس المقام اللي بدي احلله راح يكون اس زائد 6 الكل تربيع. الحل بسيط جدا طبعا، لانه 12 هاي 6 6، فراح اوزع البسط على المقام، لا بارشل فراكشنز ولا شيء، هاي من الجداول مباشره. راح تكون أس زائد 6 زائد 6، فلو أخذنا أول جزئين مع بعض
الزائد 6 وقسمناها، هاي راح تصير 1 على الزائد 6 زائد الست الثانية، هاي راح تصير على الزائد 6. بدل لابلاس انفرس لهم، لابلاس الانفرس للأولى راح يكون إيقوى ناقص 6 تي، ظلوا مذكرين جداول، والثاني طبعا لأنه هنا في تربيع يا شباب وفي إزاحة برضو مقدار 6 أو سالب 6، فهي طبعا التي تربيع اللي تحت إذا بتتذكروا تحت التي هاي، لأنه اللابلاس للتي راح يكون 1 على أس تربيع، فبالتالي راح تكون 6 تي، طبعا الست الثابت اللي هون، وبدل الإزاحة هاي اللي هي بتاع التي يعني راح تكون مضروبة بإيش؟ بإي ناقص، مضروبة بإي قوة ناقص 6 تي. طلعوا الإي قوة ناقص 6 تي عامل مشترك، راح يضل 1 زائد 6 تي. حاولوا تحلوها بالطرق الكلاسيكية وراح تشوفوا نفس الجواب. أوكي، الله يعطيك العافية شباب.